السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف التاسع، حياكم الله بمتابعة التربية الاجتماعية مادة الجغرافيا. وصلنا بحمد الله إلى ظاهرة التبدل النباتي. يؤدي تغير الظروف المناخية إلى اختفاء بعض النباتات وظهور نباتات أخرى. طب هذه التي ظهرت ماذا تؤثر على البيئة؟ تؤثر إلى اختلال في التوازن البيئي، يعني تحولت مساحات كبيرة من الغابات إلى حشائش، وتحولت مساحات واسعة من الحشائش إلى نباتات غير مستساغة، من ثم إلى صحاري. إذن تبدل نباتي إني ببدل الأصل إلى أشياء أخرى، يعني اختل نظامي الطبيعي اللي هي متعودة عليه هاي النباتات من الإصدار. طيب الانقراض بحكي لي إنه شهدت العقود الأخيرة تناقص للكثير من الأصناف الحيوية أو الحيوانية. ليش؟ والله نتيجة تدمير المواطن للطبيعة أو نتيجة للإفراط في الصيد، مما أدى إلى اختفائها، مثل العديد من الزواحف والمها العربي والإبل الأسمر في الأردن ووحيد القرن. هذه من الحيوانات اللي أدى إلى انقراضها بسبب أيضا الإنسان. طيب تدمير مناطق صيد الأسماك، انظروا تتعرض مناطق صيد الأسماك في العالم لتدهور متزايد نتيجة مجموعة من العوامل الطبيعية، من ضمن العوامل احتباس حراري وعواصف تسونامي، هذه طبيعة. طب البشرية، والله الصرف الصحي، تسرب النفط والمواد الكيميائية والصيد الجائر، زيادة السمية والإفراط في استخدام الهرمونات المصنعة. سمية هذه الهرمونات يا تاسع هي مكونة من مواد كيميائية صعبة التحلل في البيئة. هاي السم أو سميتها بتضل مدة طويلة من الزمن، تمتد أثر هذه المبيدات إلى الهواء والماء والتربة نتيجة بقايا جزء منها في المنتجات الزراعية، مثل مبيد DDT المحظور دوليا. طيب التنمية المستدامة للغلاف الحيوي، سبحان الله استهلكت طاقة في النصف الثاني من القرن العشرين لم يستهلكها سكان الكرة الأرضية منذ فجر التاريخ وحتى أوائل هذا القرن، مما أدى إلى ظهور هذه المشكلات اللي دمرت الغلاف الحيوي. من هذه الأمور استخدمت مجموعة من الأساليب والإجراءات اللي بتكفل استغلاله بطريقة محكمة. إيش استخدموا؟ والله التخطيط المستدام لاستخدام الأرض، تفعيل الأنظمة والقوانين، زيادة الوعي، إعادة تأهيل المناطق المتدهورة بيئيا، ضبط التلوث لتحسين النظام البيئي، الاهتمام بإدارة المراعي عن طريق إني أضبط رعي الجائر وأزرع حشائش، بنشئ المزيد من المحميات الطبيعية، وبلتزم بالاتفاقيات الدولية بخصوص الغلاف الحيوي. بحكي لي، هل تعلم أن نسبة الكائنات الحية المعرضة للانقراض بتزايد باستمرار؟ أكيد، بسبب أمور طبيعية وأمور بشرية. القانون الأردني جرم كل من يقطع شجرة حرجية بغرامة مالية كبيرة وسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر. إقامة أي مشروع استثماري في الأردن يتطلب إعداد دراسة علمية حول مدى الأثر البيئي لهذا المشروع، لأنه أدى إلى تصحر بشكل كبير. الزراعة تشكل عامل أكثر في تدهور التنوع الحيوي، نظراً إلى أنها المستهلك الأكبر للمواد المؤثرة في البيئة كالطاقة والأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية. دمتم بحفظ الله، وإن شاء الله بحصة زوم نحفظ سوياً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.